هاي يا بنات، فيديو النهاردة يوم كامل من حياتي. بعمل ايه من اول ما بصحى من النوم لغاية ما انام؟ فيديو النهاردة عشان يشجعك وتقدري تاخديه كمثال ليكي ازاي تبقي بروداكتيف طول اليوم. اللي متابعيني قبل كده عارفين ان انا فول تايم ترافلر، فحبيت اصور لكم يوم كامل من حياتي ككونتنت كرييتور، وكمان خلال الحلقه هجاوب على كل الاسئله واكتر الاسئله اللي بتتسال لي ان ازاي بفضل برودكتيف ومنظمه ومتبعه لايف ستايل حياه صحيه وانا فول تايم ترافلر. اول حاجه، انا من الاشخاص اللي بحب اصحى بدري جدا. اول حاجه بعملها هي تمارين التنفس، ان بتاكد ان ادخل الرئتين كميه اكسجين كافيه. بعد كده بعمل تمارين اليوجا تدريبي انا الخاص. بعد كده بيكون عندي من ساعه لساعتين تدريب يوجا اونلاين. اللي متابعني عارف ان انا 500 ساعه يوجا تيتشر، وبدرب بنات من جميع انحاء العالم اونلاين، وبصراحه فرحانه بيهم جدا وبالتحولات اللي وصلوا لها معايا باليوجا. ازاي بلتزم بلايف ستايل حياه صحيه؟ انا من الاشخاص اللي بحب دايما اكل في البيت. دي وجبه يعني السوبر فود بتاعي، كل حاجه هنا حطها: بلوبيري، راسبيري، فراوله، وبيريز، وجرانولا، سبيرولينا، وجريك يوغرت، وناتس، و فروتس، وميلون، حاجات كتير هنا. فكل السوبر فود بتاعي هنا، وهناخد كوباية كوفي، ودي تبقى آخر كوفي لليوم. فالفكرة كلها يا بنات يا حلوين، أي إنسان في الحياة لازم يكون عنده هدف وحلم وبيسعى ورا الحلم ده والهدف ده لغاية آخر يوم في الحياة. عندنا دايما أهداف بنحقق، ويجي أهداف جديدة ونحقق الجديدة، ويجي تاني أهداف تانية، وهكذا. الحياة ما بتقفش على هدف واحد وحلم واحد ونبقى ناس مملين. لان لو ما عندكيش حلم وما عندكيش هدف هتحسي ان الحياه ممله وتزهقي منها بسرعه، والحياه تزهق منك بسرعه، وتحسي ان ماليش طعم، مفيش اي طعم في الحياه. فانا بحاول استمتع بكل حاجه ببساطتها. البساطه مفيش احلى منها. نقعد على الارض، نستمتع بالشمس، نلبس هدوم سكند هاند. انا الحاجات دي عندي من 2018، تمام. استمتع بالكوفي البلاك من غير سكر، من غير لبن، اقعد كده قاعدة مبسوطة. يعني الحياة يعني حلاوتها في بساطتها. دلوقتي يا جماعة انا بقرا الكتاب ده، حلو قوي، اسمه The Importance of Living. انصحكم ان انتوا تقروه، حلو جدا، فيه معلومات قيمة، ويعني يحسسكم ان الدنيا حلاوتها في بساطتها، ويفهمكم قيمة الحياة. يعني احنا بنجري ورا، يعني جري الوحوش ورا حاجات المجتمع هو اللي حددها لنا، هو اللي قال لنا دي اللي حلوة ودي اللي انتوا المفروض تاخدوها، والمفروض ان انت تبقي كذا، وبدأنا نتبع القطيع. فالكتاب ده حلو قوي، بيجيب لك من الاخر، فانصحكم تقروه. حلو يا بنات، اللي احنا نكافئ نفسنا من فترة للتانية. مش كل حاجة احنا عايزينها نجيبها. بتحبي الكوفي الدسمة اللي عليها ويب كريم مرة في الاسبوع، مرة كل اسبوعين. الكتاب ده انا مستعيراه، ومعظم الكتب مش بشتريها عشان انا بسافر، فما عنديش مساحة ان انا اشيل كتب. بس في الاماكن اللي احنا بنقعد فيها بيبقى فيها دايما كتب، وبقعد اقرا الكتب. وساعات يعني البيت اللي احنا سبناه انا اخد الكتاب ده منهم، استاذنتهم ان انا هستعيره وارجعه تاني، وقالوا ما فيش مشكله، الناس لذيذه جدا. انا مثلا بمارس يوجا بقالي اكتر من 4 سنين على نفس اليوجا مات. انتوا شايفين اليوجا مات بتاعتي، بحبها جدا، بس شفته من هنا اتقطعت واتبهدلت. بسافر بيها ورحت بيها كل حته. يعني انا ما عنديش اي يوجا مات غير دي، بس قلت مش هجيب يوجا مات غير لما احس ان انا في يعني حاجات معينه كده. قلت لو حصلت هكافئ نفسي واجيب يوجا مات. انا بصراحه من زمان جدا استاهل ان انا اجيب يوجا مات جديده.
المكان اللي انا قاعده فيه دلوقتي ما فيش اماكن يوجا شوب يعني ان انا اقدر اشتري يوجا مات جديده، ومحتاجه يوجا بلوكس لان اليوجا بلوكس بتاعتي سبتها في مصر، ما كانش عندي مساحه فسبتها وقلت ابقى اشتري. فانا محتاجه اكافئ نفسي بيوجا مات جديده، بس مش معنى كده ان انا اشتري اي يوجا مات، انا دايما بدور على حاجه اللي تعيش معايا واحس ان هي مناسباني وفيها كل العوامل اللي تساعدني ان تخليني اعمل الحاجه دي بشكل صح. فقلنا خلاص لما احنا دلوقتي في مكان بعيد شويه عن قلب المدينه، فقلنا خلاص لما نروح قلب المدينه تاني وهيبقى فيه مولات كتير فاقدر اروح اشتري يوجا مات جديده واشتري يوجا بلوكس، ممكن كمان اشتري يوجا كلوز يعني اشتري حاجه جديده لان كل اللبس اللي عندي ده بقالي كتير. فمتحمسه ومتشوقه ان انا اجيب يوجا مات اختي دي لان دي بنتي الوحيده. فمتحمسه اشوف ايه اليوجا مات الجديده اللي هجيبها في حياتي دي. كانت تعتبر غاليه وقتها بس بصراحه عاشت معايا بتاع 4 سنين، انا جبتها من 2019 سو 4 سنين تقريبا واستحملت كتير جدا. فانا استاهل يوجا مات، مش معنى مثلا ان انا كل شهرين ثلاثة اشتري حاجة، لا الحاجة بتقعد معايا 3 4 سنين لغاية ما فعلا يعني بكون بهدلتها. فدي كانت من اجمل يعني يوجا مات، كواليتي حلوة جدا وجميلة جدا، بس خلاص من كتر ما بغسلها و اتبهدلت شوية من هنا اللزق اتفك، بس شغالة يعني شغالة عليها لغاية دلوقتي. بس يا جماعة خلصت اليوجا، دلوقتي هنفكر في اليوم ميعاد الفطار. يلا بينا نحضر الفطار، عندنا اوبشنز كتير قوي للفطار. يلا بينا ممكن سلمون وافوكادو مع فرايد اكس مع بيض. هستنى اشوف ابي هو اللي بيجي يعمل البيض عشان هو اللي بيعرف يعمل فرايد اكس كويس جدا. هعمل الكوفي بنبدل بقى، يعني واحد يعمل حاجه والتاني يعمل حاجه ثانيه. قهوه الصباح دي اهم حاجه في الحياه، بتاعي زي اكل ما خلينا ننامها كده احسن. ده مؤشر درجه الحراره من زي الكتل بتاعتنا معقد شويه، بيقول لي انا دلوقتي على درجه الحراره 59 95 100. انا خلاص نسيت العربي ومبقتش بعرف اتكلم. هيدينا زميره حلوه دلوقتي. بخور يا جماعه القهوه بالنسبه لي كانه بخور كده. نسيبها بقى شويه كده مع نفسها. في بنات كتير سالتني انت ازاي بتقدري تسافري وتروحي وتيجي ويعني تتاقلمي، وبصراحه التاقلم صعب. ان انا قبل ما اسافر محضره نفسي كويس جدا، اولا ما خدتش حاجات كتير، خدت الحاجات الاساسيه اللي انا عارفه ان انا هحتاجها، ما خدتش حاجات زياده، خدت الحاجات اللي هي خلاص يعني بستخدمها استخدامي اليومي، فاخدت شنطه واحده. تاني حاجه احنا بنتنقل تقريبا كل 5 ايام لاسبوعين في مكان جديد، وده صعب ان احنا لازم نعمل باكينج وانباكينج كل شويه. فالفكره ان انا ببقى عامله خطه للاسبوع وعامله خطه للشهر، يعني انا عارفه ان الشهر ده اسبوعين انا قاعده هنا، 5 ايام انا قاعده في المكان ده،
اسبوعين تانيين قاعده في المكان ده، 3 اسابيع قاعده في المكان ده، فعامله بلان كويسه جدا قدام عيني للفتره الجايه، ودي بتريحني شويه وبتهديني، لاني ببقى يعني بتخيلها الورقه اللي انا كاتبه عليها خطتي للايام الجايه دايما بتخيلها قدامي، فدي بتهديني وبتخليني مترتبه، وطول ما انا حاسه ان انا مرتبه وافكاري مترتبه وايامي مترتبه وعارفه انا رايحه فين جايه، بحس ان انا نفسيا كده هاديه. فانتوا تقدروا تعملوا الخطه دي او تعملوا البلان دي، دايما خلي عندكم بلان لليوم، للاسبوع، للشهر، لكل 3 شهور، لكل 6 شهور، لكل سنه. بلتزم بعاداتي، لان انا الشخص اللي بحب روتين جدا، بحب اصحى بدري قوي قبل كل اي حد موجود حواليا، بحب اعمل تمارين التنفس والتامل والعب اليوجا وستريتشاتي واكتب افكاري، وبعد كده ابتدي يومي، اعمل الفطار وابدا حياتي ايه في البيت او اشتغل او ان انا اخرج بره، عندي مشوار اخلصه او ان انا هروح مكان نزوره. فبرضه من الحاجات اللي انا لازم اكتب خطه اليوم بتاعت اليوم النهارده قبل ما انام، يعني اليوم بيبتدي صح لما بين الليله اللي قبل، دي مقوله معروفه جدا، تبداي يومك صح لما بتبدأي الليلة اللي قبل، يعني قبل ما تنامي بتكوني جايبة ورقة وقلم كاتبة خطة اليوم الجاي اللي هو الصباح، من الصبح لبالليل، وبالليل وهكذا بتكتبي خطة اليوم اللي بعديه. دي ساعدتني كتير جدا جدا، وأتمنى إن أنتوا تنفذوها واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم إيه في العادات الصحية وتكوين روتين وتلتزمي بيه مدى حياتك. في ناس بتتخلى عن الروتين والعادات وقت ما بتسافر، ما احنا مسافرين فاكيشن، يلا ناكل اللي احنا عايزينه، يلا نعمل اللي احنا عايزينه، يلا سكيب رياضه، يلا مش عارف ايه. لا، انا حتى وانا بسافر ملتزمه بالرياضه، ملتزمه بالهيلثي لايف ستايل، ملتزمه بالروتين بتاعي الصحي والعادات الصحيه زي ما قلت لكم بالتخطيط المسبق، اكتب على الورقه والقلم. يلا بينا نعمل عشان انا جوعت جدا. جبت العيش ده امبارح يا جماعه، قال لي اكل تقريبا نصه، بس انا لازم اجيب كذا باجيت قوي، يعني بدا ده حلو برضه. توتشي بيرد قوي ده، شباتا تو تايت زي تايت You can feel it. Yeah. You almost feel the bread. In here. أنا مبسوطة عشان جبت عيش كتير امبارح، أنواع مختلفة، جبت باجات كانت حلوة قوي، خلصناها واحنا كدناها أساسا أول ما طلعنا من السوبر ماركت. We finished the baguette once we bought it. Yeah. وكذا نوع قعدنا ندوق، احنا بنحب العيش قوي يا جماعة. هو مبسوط بالشوكولاتة. جبت ده كمان مع أنواع جديدة. The salmon. Yum. You have to go with this kind of fish. Fish fries. No? مشكلة إن جماعة دايما بيستخدموا الستانلس ستيل الحلل وما بنعرفش ننضفها بعد كده. فراين از النايت مير. فبنعملها سكرامبل تايلز عشان بس حلوة. وده الفطار بتاعنا يا جماعة، ده طبق إيه؟ ده طبق عندي. Thank you.
خلصنا الشاور، غسلنا شعرنا، لعبنا رياضتنا، اخدنا البريكفاست الهيلثي، دلوقتي نستعد نظبط وشنا، نلبس لبس حسسنا ان احنا خارجين، او ان احنا خاصة لو انا بشتغل من البيت، انا فول تايم يوتيوبر، وبشجعكم تعملوا سبسكرايب لقناتي حالا عشان تشجعوني اكمل اعمل لكم فيديوهات حلوه. الفكره احنا لما ما بنجيبش لنفسنا كل حاجه وقت ما بنعوزها، الحاجه اللي احنا بنبقى عايزينها خليوها كتريد. هجيب الحاجه دي لما اعمل الانجاز الفلاني، فدايما يبقى عندك موتيفيشن والفاير جواكي ان انتي تحققي الحاجه دي عشان تجيبي الحاجه اللي انتي نفسك فيها. فانا دايما بستنى كتير جدا عشان ايه اطول او اجيب الحاجه اللي انا نفسي فيها، وساعات جدا بحقق الهدف اللي انا عايزاه، ولما اجي اشيل الحاجه اللي انا بقى كمكافاه ليا مش بلاقيها في ساعتها، بتاخد مني وقت. يعني انا مش من الاشخاص اللي بشتري اي حاجه خلاص يلا اليوجا مات بتاعتي باظت هشتري اي يوجا مات وخلاص، نو بصبر لغايه ما اجيب احلى حاجه تناسبني وتعيش معايا وتبقى بكواليتي حلو. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا اي نوع من الاشخاص اللي تشتري اي حاجه بسرعه وخلاص، ما لقيتيش الحاجه اللي انت عايزاها بالظبط فبتشتري اي حاجه موجوده في السوق، ولا بتصبري لغايه ما تنولي الحاجه اللي انت عايزاها بالشكل وباللون وبالتفاصيل وبأدق التفاصيل؟ اكتبوا لي في الكومنتات. شايفين الروعة؟ شايفين السحاب يا جماعة؟ الصبح هنا الساعة 6 بشوف الهوت اير بالون، وهنا الكتاب اللي انا بقراه The Importance of Living، وبقعد العب يوجا بقى هنا الصبح على الفيو الجميل ده. انا من الاشخاص اللي وانا بعمل حاجة لقوني بعمل كذا حاجة في نفس الوقت، يعني عشان استفيد الوقت. وانا دلوقتي بظبط نفسي لليوم هسمع بودكاست، ودلوقتي بسمع بودكاست ال نور ستارز يعني، فبسمع هدى ومنى قطان اصحاب اشهر براند هدى بيوتي مع قررت اعمل شعري من فوق ليس عادي ومن تحت الاوليفي، فبستخدم كانتو بالكوكونات والشيا باتر. يعني ده ما عندوش كلام، هو مشكلته ان انتوا لما بتحطوه يومين ثلاثه ولازم تغسلوا شعركم، فبحطه تحت كده على شعري وايه شويه على شويه اللي بيقفوا قدام دول. وممكن تستخدموه كهير ماسك او كونديشنر او ليف ان حتى، فانا احطه كده على كل اطراف شعري وادفر شعري من تحت، او احاول اجيب شعري من فوق كده ادفره عشان يبدا يويفي من فوق. انا كنت عاملاه ويفي قوي كيرلي اليومين اللي فاتوا فهغير. غيرت من شعري، قررت ان انا عايزة يبقى ويفي اكتر على وشي، ففكيته تاني وعملت ضفيرة وضفيرة ورا. يلا بينا بقى نبتدي شغل. يلا شيماء اتحركي. شايفين الفلاور الوردة؟ انا ما قلتش عارفة اتكلم، هاي بنات ده اليوم التاني. مفكتش شعري امبارح بس حبيت اوريكم شعري بعد ما عملته ضفيرة. شفتوا المنظر؟ يعني بحب كله يبقى مكنفش. حطيت بس بانتين بديل الزيت وبس. ايه رأيكم؟ شايفين؟
that, and like I mentioned, like people were sharing stories of like. Yes, monsieur? You are enjoying your time together? I didn't see you for 2 hours. Cuddling this beauty girlie. اشتغلت شوية حلوين، عملت باي باي. دلوقتي ميعاد اليوجا ندرا. أنا بصحى الساعة 6:30 الصبح يا جماعة. لازم كده اجي على الساعة 2 1:30 كده، يفضل من 1 لـ2 اخد كده ناب، مش بنام بس يوجا ندرا، بحط الهيدفون واسمع كده حاجات مديتيشن تقريبا من 20 دقيقة لـ30 دقيقة مش اكتر من كده. لا يفضل يعني ان انت تستغرقي في النوم، بس حاجة كده بتفوقني. طبعا المايه معايا في كل حته. يلا ناكل يا جماعة، يلا ناكل ايه ناكل ايه؟ اعتقد هعمل سلطة لاني بالليل هناكل باستا بولونيز، فهاكل حاجة خفيفة عشان بالليل كده هتبقى وجبة تقيلة شوية، فايه نعوض يعني، فحافظ على شوية كالوريز بالليل. يلا ناكل ايه؟ مش عارف، خلينا نفتح التلاجة نشوف، في حاجات كتيرة. ده بيض بيض صراحة، أول مرة أجيبه في حياتي، فهجربه كده. مبسوطة أوي يا جماعة، حلو أوي إن إحنا ناكل على جوع، يعني يبقى ميتين جوع وناكل. ده يعني تحفة، خلينا هنا. ده البيض البيض وخاص كتير بصراحة، يعني أنا عايزة أجرب كل الدريسنج، فده 1000 آيلاند. اسمه 1000 ايلاند اي ثينك، ده مستردة، وهنا سيسم، هو عامل زي الطحينه. دي سراتشا، خلينا ندوق البيت واقول لكم. عليه سراتشا لذيذ، وحطيت بيض بصراحه. ايه كنت عايزه اجرب الجبنه دي، حطيت قطعتين. فحلو ان احنا ناكل اللي احنا بنحبه بس بكميات صغيره قوي، يعني بدل ما تاكلي قالب جبنه كلي حته حتتين خلاص، بس لما تاكليها اقعدي كده دوبيها في بقك، اقعدي الحته كده بتاع دقيقه في بقك، استمتعي بالقطعه مده طويله، هتلاقيكي زهقتي ومش قادره تكملي.
مش اللي احنا ناكل بسرعه ونتفرج على التلفزيون ومعانا الموبايل وكده، ناكل بشويش نستمتع كل حاجه براحه. هتلاقيكي اكلت كميه صغيره بقيتي واعيه للي انت بتاكليه، والكميه قلت. دايما بدخل خضار، يعني بحشر في اكلي كده خضار، بحس ان انا اكلت كتير بس هو ايه سعرات حراريه قليله، لان دخلت خس كتير، خيار كتير، دول من اكتر الحاجات اللي بحب ادخلهم في اكلي، سبانخ لو اكل مطبوخ، لان بيبقى كميه الميه فيهم عاليه والفايبر عاليه والقيمه الغذائيه بتاعتهم فيها فيتامين ومينرال بس ما فيهاش كالوريز. ما بين كل قطمه والتانيه خلينا نسيب المعلقه، يعني نفضي ايدينا نشرب بقى ميه، يعني انا حرفيا ميته جوع، اللي هو اقفل الكاميرا واقعد اكل بس بشويش نستمتع. كان نفسي في حته عيش، فالصبح ما اكلتش عيش كتير، فهي حته صغيره. العشاء بالليل هيبقى دسم، مش هيبقى دسم، مش هاخد كتير، هو هيبقى الاكله دسمه شويه بس باكل بورشن صغيره، وبحاول ايه على اول يوم بقلل كميه الكالوريز اللي بستهلكها. فانا جعانه دلوقتي، ده معاد اللانش، فباكل سلطه حاجه صغيره. ساعات ببدل، بخلي اللانش هو اللي تقيل، والعشاء لما بكون اكلت على الساعه 4 5 لانش تقيل، بقوم جايه واكل على العشاء سلطه. طب لو العشاء بتاعي هو اللي تقيل، اكل على الغدا بتاعي باكل عليه سلطه، وهكذا. Cheers. نايس. جربوا البيت ده حلو، بس جربوا حاجه نظيفه يعني بدون مواد حافظه. خلاص كل السلطه باي حته مش هاكلها، عشان ايه بناكل وعي. بس دلوقتي معاك ايه بقى؟ الشاي الاخضر وقطعة شوكولا بموت فيها، والشاي ده جميل جدا، شاي اخضر بالجاسمين والنعناع، بيبرمنت جاسمين جرين تي. حلو، ناخد دلوقتي بس كده. ريحته يا جماعة جاسمين، يعني انا بحس ان انا بشم الوردة اكتر مما اكلها اشربها. والقطعة دي الباقي كله. دلوقتي هرجع اشتغل تاني، هعمل شوية ايديت للقناة بتاعتي على اليوتيوب. اشتركوا بالقناة، شجعوني، عشان انا بتعب جدا عشان اعمل لكم الكونتنت ده، عشان افيدكم وتستفيدوا ونعرف بعض ونبقى اصحاب، نبقى عيلة كبيرة حلوة productive، نساعد بعض ان احنا نبقى البيست فيرجن اوف اس، احلى نسخة مننا. يلا بينا نشتغل. زي شمالي كده بتشتغل وقت الشتاء، ودول العصافير كمان عاملين ازعاج دايما بيغنوا لي. هما تلاته، في واحد تحت رايحين اخوكم اهو بياكل، قفشناه وهو بياكل. ودي الجنينه من بره. انا بقى يعني عجبني الصحف اللي هنا، عجبني الحصان ده، عجبتني الروحه دي جدا، ما حبيتش النور بتاعها دي شكلها نظيفه.
مشهور. شايفين بس الصورة دي عجبتني قوي، دي زي خياطة معرفش عجبتني قوي. يعني في زي كده القعدة اللي أنا حطيت فازة الورد دي الطبيعية عجبتني قوي، حطيتها بحط ده عشان تديني حلوة مع شاي الياسمين اللي بشربه. روعة. يلا بينا نكمل شغل. خلصت يا جماعة editing، بعمل exporting فيديو، ادي عمل لنا العشاء النهاردة يم 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 بس بولينيز. دي اخر وجبة لليوم، ادي طبعا بدأ اكل مش معبرني عشان جعان، بس انا اكلت حاجة. بعد كده هنطلع فوق نطلع الجاكوزي. هاي يا جماعة ده بعيد الجاكوزي، يلا بينا نطلع فوق. شايفين المنظر؟ ادي شغل الفاير وقعد الجاكوزي. شايفين المنظر يا جماعة؟ طبعا الايام دي في المكسيك في احتفالات كتير جدا، فنسمع كتير اغاني. دي الاوضه بتاعتنا، شايفين معموله كلها من جلاس. وهنا الحمام للفيو، صخور نباتات، ادي الفاير، شايفين القعده، شايفين فاير ووركس. ده هنا السلالم، دي الاوضه بتاعتنا، ده الحمام. شايفين الحمام يا جماعه كله ازاز، كله ازاز. طبعا هنا مخفي عشان هنا اصلا المرونه مش شغاله رئيسي. ده الحمام عجبني الستون اللي ورا دي قوي بتلمع. وهنا الشاور كله ازاز في ايديك، وشايفين الحوض يجنن، بيس اوف ارت. ده الفيديو وده منظر الاوضة، فيو رائع. انتوا متخيلين هنا الصبح نصحى على المنظر الخيالي ده؟ دي قاعد في جاكوزي هناك. ده كان فيديو النهارده يا جماعه، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا، وما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان تتفرجوا على الفيديوهات الجايه الايام الجديده، فيديوهات نار وشرار. وما تنسوش زمان شايفين الفاير وورك، ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، دايما بنزل لكم فيديوهات وستيبس وستوريز عن الحياة الصحية ويومياتي في السفر. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.